السلام عليكم. موضوع الفيديو السابق كان على ليزالفابي أو الحروف الأبجدية في اللغة الفرنسية، وموضوع هذا الفيديو سيكون سنتعلم كيف نعد الأرقام باللغة الفرنسية. أولا سنبدأ من 0 إلى 19. 0 0 1 1. ملحوظة مهمة، الرقم 1 في اللغة الفرنسية هو الرقم الوحيد الذي يكتب 1 1 1 واحد وواحدة. مثلا في اللغة العربية نجد واحدة وواحد، أما في الفرنسية نجد 1 1. مثلا 1 jour يوم واحد، 1 heure ساعة واحدة، مثلا للمذكر والمؤنث. 2 2 3 4 4 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19. ملاحظة مهمة يجب ملاحظتها أن الأعداد من 11 إلى 16 تنتهي بحرفين زد أ. 11 12 13 15 16. أما بالنسبة للأعداد 17 و18 و19 فهما في اللغة الفرنسية يتكونون من مجموع رقمين 10 و7 أو 10 و8 أو 10 و9. مثلا 19 تساوي 10 زائد 9 فنقول 19 19. 18 18 18. 17 17 20 20. بدون نطق الحرفين جي و تي. 20 21 21. في العربية نقول 21 وفي الفرنسية نقول 21 أو 21. أي نضيف بين الواحد والعشرون حرف عطف هو أي. 22 23 24 24. وبنفس الطريقة للأعداد التالية 25 26 27 28 29. 30 30 31 31. وبنفس القاعدة نضيف دائما حرف عطف بين العدد، مثلا 20 20 21 30 31 40 41. عندما يكون لدينا العدد واحد
21 31 41 نضيف بين العددين بين 1 والعدد 20 حرف عطف وهو A أو 31 31 وتقرأ بشكل آخر 31 31 32 33 40 41 41 42 42 43 43 50 51 52 52 53 53 60 60 61 61 62 62 63 63 70 70 الرقم 70 في اللغة الفرنسية يتكون من مجموع رقمين 60 و10 60 + 10 تعطينا 70 فنقول في اللغة الفرنسية 70 71 72 72 بالنسبة للأعداد من 70 إلى 79 فتكتب على شكل مجموع رقمين 60 والعدد المضاف إليه مثلا 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 الرقم 80 هو 4 مرات 20 ولذلك كتبت 4 قبل 20 4 قبل 20 81 82 82 وتكسب الأرقام من 80 إلى 90 على شكل 80 + العدد المضاف 81 82 83 84 85 86 87 88 89 إلى غاية 90 وهي العدد 90 90 تكتب على شكل 80 + 10 و91 تكتب على شكل 80 + 11 91 91 92 92 وبنفس الطريقة إلى غاية العدد 99 99 99 100 101 101 102 102 199 199 يجب عليكم حفظ
الأعداد التي رأيناها من 0 إلى 99، وبذلك لن تجدون صعوبة في عد الأرقام ما بعد 100، لن تجدون صعوبة في ذلك إن شاء الله. 200 300 400 500 600 700 800 900 999 1000 2000 3000 9999 10 000 1 000 000 1 milliard 1 milliard